الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت إيرادات العراق النفطية بنسبة 4% على أساس سنوي في شهر كانون الأول الماضي، فيما ارتفعت الصادرات النفطية بنسبة 1.68%. ووفقا لبيانات وزارة التخطيط، فإن إيرادات العراق النفطية باستثناء التدفقات من كردستان ارتفعت بنسبة 4.29% على أساس سنوي في شهر كانون الأول الماضي، لتصل إلى 7.708 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 الذي بلغت الإيرادات النفطية فيه 7.391 مليار دولار. وأظهرت البيانات أن مجموع الإيرادات النفطية لشهر كانون الأول انخفضت بنسبة 7.37% على أساس شهري مقارنة بشهر تشرين الثاني التي بلغت فيها الإيرادات النفطية 8.321 مليار دولار. انخفضت مبيعات البنك المركزي من الدولار النقدي والحوالات الخارجية في مزاد يوم الخميس لتصل إلى 61 مليون دولار. وذكر مصدر مالي أن البنك المركزي باع خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 61,649,886 دولارا، مضيفا أن المبيعات من الدولار ذهبت على شكل نقدي وبواقع 27,500,000 دولار، فيما ذهبت البقية البالغة 84,149,000 دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات. وأشار المصدر إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 11 مصرفاً، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 10 مصارف، فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 78 شركة. ارتفعت أرباح شركة قطر للإسمنت من نهاية عام 2022 بشكل هامشي على أساس سنوي إلى نحو 227 مليون ريال، بينما بلغت أرباح الربع الرابع 56 مليون ريال بانخفاض نسبته 1% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2021. ورفع مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة مقترحا بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2022 بنسبة 30% من رأس المال بواقع 30 درهما عن كل سهم وبإجمالي 196 مليون ريال. أشارت المفوضية الأوروبية إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية في العام الماضي، حيث ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنحو 20% والجبن والحليب والبيض بنسبة 27%. ووفقا لوثيقة المفوضية الأوروبية لأسعار المواد الغذائية الاستهلاكية، فقد ارتفعت أسعار الخبز والحبوب في كانون الأول عام 2022 بنسبة 19% مقارنة بنفس الشهر من عام 2021، واللحوم بنسبة 17% والحليب والجبن والبيض بنسبة 27% والدهون والزيوت بنسبة 32%، أما السكر فبنسبة 15%، كما ارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة 8%، أما الخضروات فبنسبة 15%. عكس الذهب مساره لارتفاع مع ضعف الدولار، بينما يراقب المستثمرون عن كثب عددا كبيرا من البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة التي قد تؤثر على اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 1942 دولارا للأوقية، فيما سجلت أسعار الذهب على مستوياتها وسط إقبال على المعدن النفيس بفعل مخاوف بشأن ركود عالمي وأمال في إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.
أما الآن فإلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. نهاية الموجز إلى اللقاء.